حبايب المتابعين وحشتوني وسامحوني على القصور، أسأل الله أن يجمعني فيكم في الجنة وأوصيكم بالإكثار على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الله يا أحبابي أعظم منا على المؤمنين، أعظم منا على المؤمنين هو إرساله صلى الله عليه وسلم إلينا. قال الله جل في علاه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يا إخواني، بعد هذه الآيات العظيمة، أفلا نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونتبع سنته؟ الله يجعلنا ممن يهتدي بهديه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في الله، أفلا نصلي على من زكاها الله عز وجل في خلقه؟ قال الله جل في علاه: إنك لعلى خلق عظيم. زكاه الله في بصره، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، للجن والإنس وجميع الكائنات. قال ربي جل وعلا في سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويبكي، يدعو لمن ويبكي من أجل من؟ يدعو لنا ويبكي من أجلنا. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إخواني في الله، النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه الآية السابقة ليلة كاملة وهو يبكي ويقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك. أحبابي أختم، أنت إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فإنك توافق الله وتوافق الملائكة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.